فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد، إلى أجسامهم، هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمة، ولا ينظر إلى الصور، هل هي جميلة أو ذميمة. لا، كل هذا ليس بشيء عند الله. وكذلك لا ينظر إلى الأنساب، هل هي رفيعة أو دنيئة، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا. ليس بين الله تعالى وبين خلقه صلة إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى كان من الله أقرب وكان عند الله أكرم. إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا. إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليك.